السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير خارج الوطن وداخل الوطن. ديما فيديو جديد ونهار جديد والحله الجديده في المحل غزال غزال غزال. غتشوفوا ديما فين تنتقدى، حيت الناس بزاف الكومونتيرات اختي سعديه بغينا نشوفوا الاتات ديالك، المعينات ديالك فين تاخذيهم اليوم. لالا غتشوفي كامل فين تنتقدى المعيناتي. مرحبا بكم خارج الوطن وداخل الوطن. بغيت نقول اول حاجه الكومونتيرات بزاف اللي تيجيوني، علاش ما كبرتيش بمحبوبه؟ علاش سعديه الدار الجديده ما مشيتيش تفرحي بهم؟ علاش 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 وكيفاش؟ دابا اليوم انتما الحكم الظروف ديالي، راه شاركت معكم كلشي. يعني اليوم ان شاء الله، حيت كل حاجه تتجي بوقتها، اليوم ان شاء الله يا ربي الحبيب انتوما براسكم يا المتبعين ديالنا، انتوما اللي غتختاروا اشنو الهديه اللي غتمشي للمحبوبه، حيت اكيد ما خلاو لينا حتى حاجه، تبارك الله خداو كلشي ما شاء الله. واكيد حنا المغاربه معروفين باش اي واحد خدا شي دويره ولا اي واحد خدا شي حاجه ضروري حنا خاصنا نشريو اكبر هديه. وانا ما نكذبش عليكم، هادشي بلا المقابل، حنا هذوك العائلات تبقى عائلتي الثانيه وبغيت نفرح بهم، حيت انتم يا المتبعين قلتوها ليا، قلت لي سعديه ماشي ديالك هذه، علاش ما مشيتيش تباركي؟ اكيد ان شاء الله بالعكس غتشوفوا المفاجات زوينه مع امي حليمه ووليداتها وعريساتها. واليوم جيت باش تشوفوا المحل فين كاين، راه كاين في ولاد وجيه، غنحط لكم كلشي ان شاء الله يا ربي. واش فين غنبداو البنات؟ انا نقول لكم غنقترح عليكم بزاف د الحوايج، واللي اختاريتو عليها ديروا واحد ولا جوج ولا ثلاثه هي اللي غتمشي ان شاء الله يا ربي. المهم ما كرهتش تكون اكبر هديه، ما نكذبش عليكم، بغيت شي حاجه تكون ثقيله، تكون شي حاجه في المستوى. انا باي واحد تنبغي نكبر به، علاش؟ راه الرسول صلى الله عليه وسلم تيوصينا ديما كرم ضيفك وكبر بناسك، يعني حنا ديال العين كبيره. انا ما نكذبش عليك، ما بغيتش، ما خفت، ما كرهتش نهدي اليوم هذا المحل كامل، وهما تبارك الله رجاو شافوا المحل وتقداو فيه. ودابا انا شخصيا تص ابراهيم اكيد قال لي يلاه نمشيو باش تشاركي مع المتبعين ديالك فين تتقداي، فين المعينات ديالك. ها هما ان شاء الله غنبداو ان شاء الله الرقم واحد بالعجانات. يلا انتم تشوفوا، هانتوما ان شاء الله يا ربي اللي باغي شي حاجه تنتمنى تجيو عند المحل هذا اللي غنحط لكم بسميتو بكلشي. ها هي كاينه هاد العجانه البنات في الكري والكحل، غزاله هذه تتهز 12 الايترو. ها هي كاينه هذه، انا بيني وبينكم عجبتني هذه، اختاروا واش هذه ولا هذه الذهبيه. هذه تتهز 10 ايترو، يعني العجانات كاملين هنايا تاخذوا شي حاجه بعينكم مغمضين. والله البنات مازال غنشرح لكم هذا المحل، راه كنت نتقدى منه في بلاصه اخرى من غير هذا المحل ديالو الاول من نهار تزوجت. ومرحبا بكم، انا راه نتوما عارفين فاش تنسني لكم على شي واحد، راه تنسني لكم من القلب. ومرحبا بكم، هادو كلهم العجانات. شوفوا البنات دابا فين غتختاروا، يلا مرحبا بكم. يلا قلتي لي الهديه، ها الهديه غتكون اختي ضروري واكيد. الله يا ودي، عندنا شحال من عريسات تبارك الله ما شاء الله يا ربي الحبيب. هانتوما تشوفوا، انا ما نكذبش عليك عجبتني هاد الكري نص ابراهيم، هادي عجبتني، هادي عجبتني، هاد الذهبيه، وعجبتني حتى هاد اللوين غزال برونز، حتى هو يعني يمشي مع الكوزينه حيت داروا الكوزينه غزاله تبارك الله في المستوى. هانتوما دابا بدينا لكم بالعجانات، مرحبا بكم. هنا عاوتاني العجانات، ها هما اللي تيسولوني على البانيلي ديالي، ها هو البنات راه هنا خديتو هنا، وان شاء الله ها هو. يعني هادو راه كلشي ديال برا، يعني المعن راه ماشي ديال هنا تبارك الله، مولاه راه تيدخل في اوروبا. المهم نتوما عارفين داكشي السلعه ديال برا ماشي سهله تبارك الله. هادو بانيني البنات دابا غتحتاجوها في العيد، واجيو البنات تقداو، مرحبا بكم. هادو تيتحتاجو في العيد الكبير، يعني تتشويو اي حاجه عندك النهار الاول الثاني صافي تتحيد المجمر. وهذه انا الصراحه البنات هذه عمليه، والله العظيم الا هذه عمليه غزاله تبارك الله. ومازال غنزيد عنده شي وحده اخرى، انا ما كرهش يكونوا عندي جوج حيت الدراري تيستعملوهم. ودابا غندوزو الكوكوت تاع السي ابراهيم هنايا، ها هما. انا نهز لكم هذا الكوكوت، غنحطيه رساكي هنا ما تخافوش، راه حنايا المحل ديالنا صافي. ها نتوما البنات، ها هما الكوكوت ديال غرانيت، يعني شي حاجه طوب البنات. والله واخا غايجيكم هذا الفيديو طويل، واني انا بغيت نوريكم كلشي
باش ما بقاش تقولوا لي سعديه ما بغيتيش تشاركي معنا فين تتقداي. بالعكس انا دابا ديما غنجيبكم للمحل هنايا. هذه الكوكوت ديال كرانيت البنات وما تتلصقش غزاله الصراحه الله. ها انتم هيا الكوكوت هي هذه وكاينين هادو انتما. ندوزكم هنايا نكملوا هنا عاد نجيو. هذه حتى هي ديال لي غوفخ اي حاجه درتوها هنا غتصدق لكم. هنا قلنا الكوكوتات هنا كاينين البرمات البنات. هذيك البرمه البنات غتعجبكم بزاف. هذيك ديال العائله راه فيها جوج الكسكاس والله الا البنات جوج الكسكاس وكاينه البرمه لتحت حتى هي قولوا لي الا عجبتكم حتى هي غنديها اللي عجبكم الرقم جوج. ها هي البرمه. يلا البنات اختاروا معايا حتى نتوما تبارك الله راه ديال التكبيره. هشوف البنات ها هي ديال الكفته اللي باغي يجي ياخذ الكفته مرحبا بكم. راه يلا البنات شجعوني راه غندير المشروع راه ماشي ساهل المشروع غنديرو مع هذا السيد الا بغى نديرو انا وياه المحل مرحبا بكم. صافي اختكم سعديه راه ما ساهلاش راه المشروع غنديرو قريب قريب ان شاء الله. الله يجيب الرزق. هنايا البنات كاينين الكاسرونات هادو غرانيت يعني كل حاجه دابا غرانيت. انا راه عندي في الدار بزاف غرانيت وشي حاجه طوب البنات. هنايا الكوامل ها هما اللي تتسولوني اللي عندي في الدار. هادو عندي هاد البويض وعندي الحمر دابا حتى الحمر هزيتهم حيت قلت علاش الموته وحده علاش نخبع الماعن. صافي اختي نستعمل معيناتي وربي كبير. وكاينه هالكوكوت غزاله يا البنات. شوفوا 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 انا ما نكذبش عليكم تيحمقني هادش يعني مازال ما عرفت. صافي حيت لي حيت لي الصفار المهم تيركبوا هاد الدراري. هادي دابا ما عرفتش كيفاش تحل هادي. لا المهم تيجي الدري يوري ليا هذه مع سبيسيال شي حاجه زوينه البنات يعني موديرن بلاتي نشوف. ها انتم يا باش ما تقولوش ليا ما تتعرفيش والله الا واني هذه ما عرفتش فين تطلع. المهم هذه زوينه زوينه البنات بزاف راه كانت دوزت بحال هذه وين والله الا نسيتها الصراحه الله. ها انتم البنات هذه الكوكوت. دابا غندوزو للمقله حيت واحد المقله كانت عندي في البيض ديال هاد هادو ديال السربيس. هادي تطيبي فيها البنات الحرشه ها نتوما ما تتلصقش. طيبوا الحرشه طيبوا عمروا البيتزا ديالكم ياك وغطيوها ما نقولش لكم كي غتجي تجي غزاله. هي اختكم سعديه تكون مرتاحه والله العظيم الا نعطيكم الطياب طياب ما شاء الله. واخا تزيدوا تشجعوني وغنعطيكم الطياب والشهيوات. دابا وقت الصيف هي البيتزا والشلاضه والمطيشه ونوض والله الا غزاله شي حاجه طوبه البنات الصراحه. ها نتوما هذه موني ميكس وهادو اندو تروا اللي بغاها ها هي. انا هذه دابا غنديها البنات حيت ما بقاتش ليا ضاعت ليا انايا صراحه. وهذه شوف البنات تبارك الله اللي جوج الناس يلا البنات اللي بداو ياخذوا هذه. انت طيبي هنايا تشوي وهنا تقليه وغزال غزال الصراحه ما نكذبش عليك. الكاس الكاس الجاج طحنوا والله العظيم غزاله 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 صراحه. هذه ما ديتهاش ويني عندي مونينكس اخرى زوينه. البنات اللي تتسولوني على ديال الحوته ها هي مرحبا بكم. في ناس عدي خديتي هذيك المقله راه مازال غنزيد وحده حيت علاش فاش يكونوا عندي جوج بلا يعني جوج بلا في جوج طابلات خاصني يكونوا جوج مقلات. هادو غزاله البنات طيبوا فيها الحوت ديالكم طيبوا اللحم ديالكم صطفوه وتقليوه ديروا اللي بغيتوا اقسم بالله لا روعه ما نكذبش عليك. هذه فنه انا ما نكذبش عليك ما نقدرش نتقدى فشي بلاصه من غير هنايا باش ما نكذبش عليكم البنات. كيت صافي انا فيا واحد الفيس الا ولفت مع شي واحد مع شي واحد. شوفوا البنات ها انت المقله لالا الا بغيتي ديري هي البيض ومطيشه الله كي غيجي انت تيحمق. مازال غنتقدى هذا الشيء غير دقه دقه حيت نتوما دابا عارفين بزاف الحاجات اللي حيت دابا. والمهم بلا ما نقولوا بزاف شنو كاين هنايا كلشي موني ميكسات هنايا ياك. واجي تشوفوا يا البنات واحد الفريتو زي الا خرجت. ايوا يا البنات اش غنقول لكم هذا الشيء واعرفين غندير هذا الشيء انا راه كوزينه يمكن صافي غنستوى حمقاتني. شوفوا البنات الفريتوز بدون الزيت شوفوا 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 ويتي 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 شوفوا 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 لا لا هذه ان شاء الله قريب قريب نديها ما نكذبش عليكم. ها الله يجيب الرزق وصافي. هذه تتقري اي حاجه بلا الزيت ها نتوما يعني كل شيء في الكرتونه ديالها. جيت شوف باش تشوفي تيقي يا لالا شوفا لالا اجي يا لالا وتقدي مرحبا بك. ها انتيا هادو بلا زيت يعني هادي فريتوز كانت واحد الفريتوز تنديرو فيها الزيت هادي لا وفيها يمكن هاد اللعيبه ديالو. المهم داكشي سبيسيال حنا راه صافي حنا ولينا
الا بغيتي تقلي وكلشي حسن تديري الكاميله ديالك. ها هما البوطات البنات اللي باغي البوطات اي حاجه بغيتوها في هذا المحل، مرحبا بكم. الناس القنيطره الناس السله اللي باغي يصيفط ليه السلعه يصيفطها ليه سير كوموند، ما عندناش مشكل، مرحبا بكم. راه غنحط النماري اللي خدامين به ومرحبا بكم. والله البنات انا راه نتوما عارفيني حيت تطلبوني، يعني اللي طلبك ما يمكنش نردها لك في وجهكم حيت نتوما هي حنا العائله الثانيه ديالنا. هذه البنات ها هي عنده تروه، هذوك الهشوار هادو فيها جوج يمكن هنايا جوج، هي وحده زائد الثانيه ها هي اللي بغاها. هذه ديال المحلات، الناس المحلات اللي ما عرفوش فين يتقدا، وبحال بحال المحلابه اللي كانت عندي بحال بزاف ديال الحاجه، هذه تتصلح معقوله واعره شي حاجه طوب البنات صراحه الله. وها انتم يا البنات هذا حتى انا راه خاصني نقرش ضروري غنوريكم الفيديو اللي تبع هذا غتشوفوا شنو خديت. المهم خاصني حتى نقرش، شوفوا البنات غزال صراحه. وكاين طاجين، ها هو الطاجين البنات، الطاجين اللي طيبت فيه هذاك النهار قلتوا لي فين خديتي، ها هو البنات انا تيحمقني والله البنات الا تيبنن غزال صراحه الله غزال. وهنايا كامله البنات ها هما تتشوفوا. وكاينه هاد مونيني هاد العجانه كبيره بلات احمد وليد امير بلات ماما، كاينه هاد العجانه ديال الباتيسريات والله البنات الا كانت عندي بحال هادي كنت خديتها نيت عنده فاش كان عندي المحل، ويلي كلشي تيمشي معليش ربي تيعوض. الا مشى المحل يجي المحل خاصنا غير الصحه والهنا والله العظيم. هادي زوينه بحال المحلات اللي يلا بديتو المحلابات اللي باغي يدير لي كوموند الحلاوي اللي عنده اي حاجه ها هي العجانه. غتقولوا لي الاثمنه دخلوا ويقولوا لكم الاثمنه ديالكم ان شاء الله. وراه عنده انستغرام حتى هو، نتمنى نحطوا لكم ما ننساش. وها هي العجانه ميان ها هي غزالة البنات، كنت هادي تندير فيها شي كرواسه وشي قرص بلاتي اميره مامي هاشي سير لهي ها هي واحد الخبز غزال غزال الصراحه الله تيدير الخبز ما قلتش لكم زعما شي حاجه واعره. وكاينين لا ماشين ها هي لا ماشينات هما ياك دابا. المهم قلت غندي الهديه غندي الهديه نشارك معكم المحل ما فيها بس. ها انت عاوتاني واحد بانيني ها هذه راه سبيسياله ديال المحلات شوف غزاله صراحه الله. وكاينه هذه الكفته ديال هذه ديال الجزار هذه اللي باغيها صحاب الجزار وهذا زوينه واللي عنده حتى اتساع علاش لا. هنا البلاطوات ها هما البنات اللي وصيتوني ها هما انا دابا راه صافي وليت مولات المحل ما تخافوش. ها انت ها البلاطوات غزالين الصراحه بلاطو غزال. الا قلت لك خديتو عنده شي عامين ولا هذا وباقي صدق ما نقولش لكم الصراحه زوين زوين بزاف صراحة الله. ها نتوما تبارك الله وكاين البلاطوات كاين البرارد كاين المقراش ها هو هذاك المقراش اللي خاصني. او غزاله البنات قولي لي لا 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 غنديه هذاك زوين صراحه. ها نتوما تتشوفوا هادو ديال الضو ها هو بزاف د الحوايج تسولوني عليها في الدار صراحه راه غير انا ما عنديش الوقت ما مكرهش نوريكم كل شيء وعلاش لا ما فيها باس نوريكم المحل ونوريكم واللي باغي شي حاجه مرحبا به. راه تنقول لكم وغنحط النمره غنحط جوج نوام ان شاء الله نتمنى غنحط لكم ديالي وديال السيد اللي باغي شي حاجه يتصل بينا مرحبا به والله حيت انا ما كرهش الصراحه حتى انا نتحرك شويه نخوي دماغي وندير شي مشروع وندير حتى انا المعينات هكا ونخدم علاش لا. هادو الترموسات البنات فنين هادو راه ما كاينينش بزاف شي حاجه موديرن شي حاجه ما نكذبش عليك تدي الابيض والنوار غزال راه تيهز كاع ما تحكروهش زعما تقول صغير والله الا تيهز ان شاء الله. مازال غنشارك معكم في الفيديو الجاي الا كتب الله هانتوما تتشوفوا. ونتمنى البنات كاملين اللي تيعرفوني ما تحشمونيش اللي باغي يتقدم مرحبا به يجي زور المحل هنايا ونحط لكم كلشي ان شاء الله يا ربي. ها هما البرارد الحضور شوف 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 هانتوما تشوفوا البرارد شوف البراد ديال الحضر شي حاجه ما نقولش لك تاخذوا جوج ها هما علاش لا كلشي كاين. هادو راه البراد يمكن يكونوا ديال فاس صراحه الله. وهادو البنات فنين والله العظيم البنات فنين هادو ما نقولش لك والله شي حاجه رائع رائع رائع. هادو البراد الكيسان انتما يعني المحل يستاهل ماشي زعما شي محل عشوائي ولا شي حاجه طوب ما نكذبش عليكم. وانتم عارفين سعديه فاش تمشي تتصور عند شي واحد تتصور من القلب بينما صراحه المعقول راه تيدوم. ها جيت تشوفوا البنات شوفوا ديال البيتزا او هذا خاص البيتزا والحرشه اللي بغاها والبصيله الله 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 شوفوا شوف شي حاجه طوب.
البوطه ها هي الكاسرونات غرانيت ها هما في النواغ انتما تشوفوا يعني في الكحل غزال تبارك الله ما شاء الله انتما تشوفوا صافي هنا كاين البرارد ها هما تتشوفوا البرارد هنا البوطات وهنايا غنجيو دابا البلاطو شوف البنات هاد البلاطو البنات غزال باين مسحوق وتيشعل صراحه هادشي كاع ما تندموا عليه البنات زوين هادو البلاطوات يكون عندكم الضيوف ديالكم وكلشي وكاين هادو ديال العطريه ديال الزيوت ها نتوما تتشوفوا كاين هادو ديال تصطفوا فيه المملحات ديالكم اي حاجه انا عاوتاني راه ان شاء الله غتلاحظوا الكوزينه ديالي كلها غتمشي في الحمر حيت انا عندي واحد السيرفيس كنت خديته عنده قديم جبدته ما نكذبش عليكم صافي غنستعمل كلشي ان شاء الله يا ربي ها نتوما البنات اختاروا دابا معايا واش ندي هاد المقلات ها هما ويني هادو خصهم عاود السيرفيس ديالو ها نتوما ديال غرانيت ولا ندي كلشي في الحمر هاي 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 او عارف شعيبيه سعديه نقول لها بشويه عليك يا سعديه ها شوف البنات شوف كلشي على كلشي على الوقله فنة فنة تبارك الله ها نتوما بغيتو السيرفيس ها هو والله البنات حاجه بسيطه في الاثمنه ما نكذبش عليكم حيت هادو بزاف غتبغيوهم هادو فنينه البنات صراحه وايني راه ثقال ما شاء الله يعني 7000 ريال زوينه الثمن زوين صراحه الثمن مناسب ها نتوما ديال الكيكه يا لالا نعم سيدي شوف شوف غرانيت كلشي دار ولات غرانيت هاي 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 او ما كاينش اللي حمق لينا هاد المقله شوف 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 ها البيض وماتي شوف حق الله الا غيجي بنينه البنات فن 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 المهم المحل راه تيدوخ صراحه وهذا شوفوا شوفوا العبار نعم سيدي هاي 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 انا صافي سعديه غتعار هاد مياتك تبارك الله ما نقولش لكم صافي غنولي عاوتاني بريستيج اقولي ما تعرفش ليا سعديه شوفوا شوفوا يا البنات شوفوا ديال الزيت هاي 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 ويلي الزيت البلديه الزيت الروميه ارغان وهذا صافي ان شاء الله المهم ضروري ما نديه سكتو ضروري خصني نشري نكذب عليكم ها انتم شوفوا 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 هادشي غزال غزال البنات الصراحه المهم نتمنى يعجبكم هاد الفيديو كثر 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 وها انتم يشوف المول هذا راه تخدم لكم الكيكه لاطاخ ديالكم الشلاضه اي حاجه المهم تدير شي حاجه بريستيج صراحه الله وهنايا عاود كذلك العطريه ها هما اللي بغاهم هنايا لتحت المهم كامل المقلات المقلات السوبيره ديال الحريره ها هما في الحمر اي واي هاي شش 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 ويلي 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 لا 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 صافي هذه وصي ابراهيم اليوم وحرام عليا الا تفرقت مع البنت ضروري نتقدى ما يمكنش سعديه تجي وما تقداش هاي هاي هذه جديده يا البنات هذه جديده هاي 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 والله الا هادشي تيحمق كذب عليك البنات ما كاينش شي مرا اللي ما تتحمقش على الماعن دابا ان شاء الله غندوزو للثلاجات راه العيد الكبير هذا اجيو تاخذوا الثلاجات ها الثلاجه نحلها لكم اي والله تنحل لكم كلشي شتي هذا الفيديو واخا يكون طويل معليش باش توصلوا داكشي اللي بغيتو باش ما بقاش تقولوا لي سعديه ما بغيتيش تقولي لينا فين تتقدي امي عيناتك ما يمكنش آه شوف شوف ها نتوما البنات اللي باغي ياتي هذا العيد العيد الكبير يدير هذا خداه حيت الغلميره تيبر المهم البنات دابا هذا دابا شوف غنعطيكم اختيار اخر عطيناكم العجانه الرقم واحد هذا الرقم الثانيه يعني جوج هذا جوج درنا ثلاثه ياك هذا ثلاثه البنات ثلاثه باش ما نضحكش غتكون تختاروا لي الهدايا في ثلاثه الحالات كاينه العجانه كاينه البرمه كاين هذه هذه حتى هي زوينه نتوما اللي الشكل اللي عندي ها نتوما ياك قلتوا فين خديتوه ها هي يا لالا هاشي خذوا راه سولتوني على هادشي كامل يعني كلشي تبارك الله بلا الزيت يعني ما غيتبعك لا الكوليسترول لا والو هي هذيك السعديه يمكن لك تشوفي انها طابت غير من من هنا من هذيك الشاشه ترونسبار يعني خصني نبدل معاك الاخرى اللي ديت ماشي مشكله اختي السعديه المحل ديالك ها انتم البنات شوف دابا تبارك الله غتحطوها في البوطاجي ديالكم وتطلوا غير من هنا في العوادات تبداي تحليه حلي وسدي هذه هذه برافو عليك حيت هذه حميده اخويا يمكن تمشات ليهم خرجات بزاف حيت على حسب الناس الكوليسترول الناس هذا صراحه هذه هذه هي البنات توب اللي تتسولوني راه هذيك يمكن غنرضاري وندي هذه ماشي مشكله راه تنضحك مع مسكين راه تيقول لي المحل ديالك الصراحه ها نتوما يا شوف هي تحطوها فوق البوطاجي ديالكم فين تنحطها حتى انا وهنا اللي بغى البوطات ها هما ديال الدجاج انا الصراحه هذه راه كنت غنديها يا البنات واني انا خفت على الدراري الا شعلوا بوحدهم ما هذه راه فنه راه كنت انا اول دار اللي كنت خديت في لافيلوت
كنت خديت البوطه بحال هادي عند حبيت الا كنتو عقلتو، راه كانت عندي هادي وباها وما فاش بعت الدار بعتها هي والبوطه ديالها. ها انتم اللي تتسولوا على الشبكه، شوفوا الشبكه هادي راه واعره الشبكه هادي، قلتي لي يمكن 550 ياك 550 درهم. هادي 11000 ريال البنات، هاديك راه دايره في السوق 1200 درهم هاديك. ها انتم باش تعرفوا اللي جا المحل وجا من طرف سعديه شانيل راه عندها قول لهم عندكم غيدير معكم ثمن غزال، يعني راه ما كاينش اللي ما تيحمقش على سعديه شانيل. انا نشكر راسي، جيو مرحبا بكم. كاين هاديك السعديه دي بالنحاس هادوم جامد هادي جديده تبارك الله. شوف البنات تقيله هذيك مدوبله على ما شاء الله غزاله، ما عمرو ما يطرى لهم شي حاجه لا وجيال يلا يعني شي حاجه سبيسيال تعطيك الديكوراسيون في الكوزينه ديالك، يعني شي حاجه مودرن، ما كايناش شي امراه ما تتبغيش شي حاجه زوينه. ها انتم البنات مديرات مزيانين هذوك، يعني شي حاجه راه غارانتي البنات والله صراحه الله، حيت هذا ماشي انا تنعرفوا اليوم ولا غدا، راه قلت لك من نهار تزوجت تبارك الله ما شاء الله. الله يسخر. ها انت شوف السعديه هذه، شوف البطاطس اللي فيها ست المجامر، شوف تبارك الله ست البنات. ها في العوض هذه كنا دايرين لها 3000 درهم، دابا دايرين لها بروموسيون 1700 درهم. يلاه البنات ها هو الهمزه، الهميزه كاينه، الهميزه اجيو المحل غزاله غزاله فنه 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 فنه. شوف شوف البنات شوف 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 اوه هذه سبيسيال، هذه كلها الكتريك، هذيك انديكسيون الكتريك فيها 3 فيل. واو 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 والله الا هذا الشيء دوخني البنات، الهميزه واعره واعره في هاد العواشر. اجيو البنات قبل ما تسالي الكرومه. الله 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 تريبات الحفله حميت. ها انتم سعديه المشغبه ضروري البنات ما تخافوش. شوف الهميزه ما حد الهمزه كاينه البنات، اجيو المحل ما تغفلوش، اللي خاصه شي بوطه شي اي حاجه مرحبا بكم. ها انتم عاوتاني هادو ديال على الله الكبار لي زاسبيراتور السعديه راه من الصغير للكبير. كاين هاد لاسبيراتور كبير كنا دايرين ليه 1200 درهم، دايرين ليه دابا برومو 700 درهم كبير هذاك وفيه لي واط بزاف. شتي البنات مرحبا بكم، يعني سبيراتور اللي تتسولوا عليها شي حاجه مزيانه هي هذه كما قال لك الاخ حميد، هي هذه جيو خذوا اللي بغيتو. وكاينه اللي تتسولوا عليها بزاف بلاتي راه شفتها، وكاينه البلاي هذيك اللي ها هي اللي تيسولوا عليها فين هي هذيك بلا خيط، راه كاينه كانوا تيشوفوا راه شفتها هنا ها شي هنا نشوفوا الفران. ها انتم الفران البنات، هنا البنات هذه تبارك الله ها هي المانيا شي حاجه، حيت قلت لكم ما تيدخلش شي حاجه عاديه، شي حاجه غارانتي. واخا عندي هذيك ديالي انا غزاله غزاله، ويلي هذه غنزيدها ان شاء الله. علاش هذه ديال ديما ها نوضو وتعطي حتى لولدك ينوض اختي نوض دابا العطله علموا وليداتكم ها غزاله البنات مرحبا بكم صراحه الله. ديال خويا حميد ها شويه شوف ها شوفوا 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 هذه ديال الضو شي حاجه الطوق البنات شوف دابا راه جات هذيك راه غادي يكون عندنا دابا تقدر تعطى غرات ويدي لا حدا بنادم شي عاشيك ياك اي واحد جاي من الطرف ديالك اها هذاك هو البنات البنات خطير خطير، اللي جا من طرف سعديه شانيل وخدا شي حاجه هذه تتعطى هديه ياك صافي البنات عندكم الكادو. هاي 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 شوفي في 20 كليه الاول 20 20 كليه الاول البنات قال لك 20 كليه شانيل كاينه الهديه. اوي اوي اللي جا قال لك جيت من طرف سعديه شانيل غير يذكر سعديه شانيل راه عنده الهديه الى تقدا والهميزات يعني الثمن ديالي انا غتاخذوا به ان شاء الله يا ربي. والفران اللي غناخذ انا هذا ما هذا ما تعطيهش لي حميد همزه ها انتما البنات ها انتما اختكم حيت صافي غتولي حلاويه ها وما عرفت دابا المشروع اللي غندير واش ندخل مع حميد ولا ما عرفت ضروري البيض راه كلشي تبارك الله تيقول لك تتحمقينا بالعفويه ديالك الله يخلينا في صباطنا البنات. وكاين الكونجيلاتور اجي تشوفوا اجي تشوفوا الكونجيلاتور كاين جميع انواع الكونجيلاتور اوريهم حتى هادو ها هما هادي البنات دابا يلا اختاروا لي دابا واش هادي اللي غندي للمحلمه واش العجانه واش البرمه صافي انا ما كرهش ندي لها شي هديه الطب ما نكذبش عليكم. ها هو غنبداو من انسان الا كان بوحدو ان شاء الله ها هو الفريغو ديالو هذاك هذاك من 2000 درهم تيبقى دابا دايرين ليه برومو 1700 درهم. ها انتم البنات هذا برومو 1700 درهم مرحبا بكم يلا مرحبا مرحبا هذا
كاين هذاك الاسكا داير فيه 220 يترو 2700 درهم تيبقى 2300 درهم 2300 درهم كله اينوكس. مرحبا بكم البنات. انا باش عجبني الداخل ديالو راه بلاستيك ماشي الومنيوم تبارك الله. غزال غزال باش عجبني البنات بهاد الدجاجات. يمكن انا راه غنديه ما نكذبش عليكم، انا غنولي نشري الكوجيلاب تاع الكوجيلاب. كاين هادي هذا برودوي زوين. هادي ما تشريش ما تفتح لا سيدي عليه لا سيدي حرازم لا والو. شنو هذيك؟ تدير تتفلتري الماء او ميم طون تخرج لك الماء بارد والماء سخون. هادي زعما هادي ايفيكاس. يعني حنا اللي تنشريو الماء ديما تصلح لينا هادي خدامه انت سي ابراهيم. انت شحال هذه كتبقى؟ هذيك ديري كنا دايرين لها 1600 درهم، دابا دايرين لها 1100 درهم. مخيره البنات، الهمزه خطيره، الهمزه الهمزه. هاد الايامات ممكن انا غتشوفوني ديما مع حامد هاد الايامات العيد ان شاء الله، راه غنخدم مع هاد الايامات. مرحبا بكم. لا حتى اللي بغى يشوف سعدية شانيل المغرب الفوق غتلقاوني في المحل ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم. وهذا حامد هذاك اينيوير، هذاك فيه تقريبا واحد 160 يترو كيدير 2600 درهم تيبقى 2000 درهم. 2000 درهم البنات هذا 160 صراحه. واجيو مرحبا بكم البنات. انا ما كرهتش ما تفوتوش هذه الهمزه اللي ولات يعني الهميزه في المستوى الصراحه. اجي تشوفوا الثلاجه عاوتاني في الكري ما شاء الله شي حاجه طوب. ها انتم يا حيت دابا كلشي ولات يدير الكري شي حاجه موديرن وزوينه. شوف شوف تبارك الله. هذه حامد شحال؟ هذيك فيها 480 يترو نورمالمون دايره 6000 درهم، دايرين لها برومو دابا 5200 درهم. والله الا الهميزه الهميزه كلها كلها. هذه لو فرونس ريحه ماشي ستاتيك. هذه لا بابور بالفاطمه مخيره. والله الا واعره البنات. ها انتم يعني داير مع الناس كامل، سواء اللي عنده سواء اللي ما عندوش غيتقدى. مرحبا بكم. والله هذا انا ضمنتهم لكم انا، يعني ما تخافوش. اجي تشوفوا الشوايه اللي تتسولوني العيد الكبير العام الفايت. ها هي هادي تيتجمعوا رجليها. ها انتم بغيتوا يتجمعوا بغيتوا تخليو. ها جي تشوفوا حيت بزاف بزاف الناس سولوني على الشوايه ديالي ديال العام الفايت. ها هي لاله مرحبا بك. ها انت دابا جبتي حتى البلاصه ديالو موجودين حامد. هادوك فيهم ثلاثه القياسات صغيره وكبيره ومهمه. انا دابا اللي ديت العام الفايت كاينه عريضه كاينه كبر من هذه. كاينه ليها غزاله الصراحه. جي تشوفوا يعني كاين الشوايات. دابا ان شاء الله غنضربوا لكم الدوره هنايا باش تشوفوا المحل فين كاين. شوفوا جا سي ابراهيم. سي ابراهيم تي صبر معنا وصافي الله يعطيه الصحه. ضروري حنا عمر هذا الكبير سي ابراهيم يخليك. يلا حيد السي حامد تما. هانتوما دابا المحل هو هذا، هنايا كاين المحل ها هو ياك. هانتوما تشوفوا شتيه. أنا ندير لكم واحد التصويره راسي ابراهيم، انا ندير لكم واحد التصويره ياك. هانتوما باش ان شاء الله تعرفوا المحل فين كاين. هانتوما هنايا كاين هذا الكوجيلاتور، كاينين شبيكات المعن هذه عجباتني البنات فنه صراحه الله. وهنا هذا هو المحل هانتوما تشوفوا كامل ياك. هذا الكوجيلاتور، هادو البوطات اللي وريتكم، شبيكات المعينات، كاين ايتيمات اللي سولوني على الفران ها هو ايتيمات، كاين هاد الشبيكه د المعين، كاين الكليماتيزور ها هما ها هما شفتو. يعني اي حاجه اللي طيح لكم في البال البنات راه هنا مرحبا بكم. كاين البوطات اللي باغي على قدوها هي شويه ها هي. الله ما كرهتش ان شاء الله. كلكم صوتوا ليا على الهديه اللي بغيت نديرها ان شاء الله يا ربي. محبوبه التيفي تستاهل كل خير صراحه الله، وخيرهم راه سابق فينا خوتي. واي واحد راه حنا تنبقاو دابا الخوت وعائله وحده الحمد لله. هانتوما هادو البنات هذيك بحال اللي قلت لكم هذه فيها ديال جوج، اللي باغي يدير الدجاج بوحدو اللي باغي يدير الفريت بوحدو، وكاينين ديال القهيوات ها هما تتشوفوا. اللي باغي شي حاجه مرحبا بها البنات. انا حاجه وحده قال لكم اللي باغي شي حاجه وخص يكون عندكم الكود قول لهم سعديه شانيل باش تاخذوا بالاثمنه مناسبه وشي حاجه زوينه 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 الصراحه. المهم سمحوا لي على هذا الفيديو الا طولتو عليكم. كاينه الا دورتي السي ابراهيم هو السيطار ديال الشفاء راه معروفه في الطلعه ديال العمارة ديال اسمي ساكن اون فاس مع قهوه المحل.
وبالنسبه للناس اللي جايين من الضحاه ولا من القصبه ولا من هذا كاين تما قهوه ديال دمشق، تما تلقاو القهوه ديال دمشق تتهبطوا معاها تتفوت واحد الجزار صبحي تلقاو المحل هنا، وباقي ما غادي نعطيكم لوكاليزاسيون ان شاء الله من بعد.